بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحديث اليوم عن واحدة من ضمن الكومبوننتس الجميلة جدا في الفاونديشن فريم ورك، اسمها الأوف كينفاس. يا جماعة الأوف كينفاس بمنتهى البساطة ديت عبارة عن نوع من أنواع المنيو. المنيو دي بتتحط بره الفيو بورت، يعني هي ما بتكونش ظاهره للوهله الاولى، لكنها بتظهر لما يقع عليها ايفنت معين، وفي الغالب الايفنت ده بيكون ضغط على مكان معين او ضغط على زرار معين في الصفحه. تمام، الاوف كينفاس بتيجي سهله جدا انت تدرجها مع فاونديشن. اقرب مثال ممكن نمنتج عليه او نشاور عليه اليوتيوب. يا جماعه في اليوتيوب لو انا بصيت على الثلاث نقط الزرار الصغير ده، لو انا ضغطت عليه هيبتدي، او انا كده ماشي، ده الافتراضي بتاعي، ومش الافتراضي، الافتراضي انها تكون موجوده، بس في الغالب ادي مثال حي للاوف كينفاس. هي كده الفيو بورت بتاعي ما فيهوش قايمه، لما بضغط على الزرار ده بتبتدي تظهر لي القايمه دي، وده يا جماعه مثال حي للاوف كينفاس. طيب جميل، ان براكتيكال شويه، انت علشان تدرج او علشان تبتدي تحط اوف كينفاس جوه الفاونديشن فريم ورك بتاعك، انت محتاج 2 ديفيجن. متفقين؟ جميل خالص. اول ديف هيبقى الديف الاب اللي هيشيل جوه منه الديف الابن. تمام، الديف الاب يا جماعه هياخد كلاس اسمه اوف كينفاس رابر. يبقى الديفل الكبير اللي هو يعتبر اللي هيحط اللي هتتحط فيه كل العناصر والليله والدنيا والكلام ده اسمه اوف كينفاس رابر. وبيشور كن عن يقين ان انت ان شاء الله مش راح تطلع بره الديفيجن ده، لو انت ناوي طبعا تخصص حاجه معينه في تصميم صفحتك. هتبان. طيب جوه منه حضرتك محتاج تدرج ديفيجن ثاني، والديف ده هياخد كلاس اسمه اوف كينفاس رابر، لكن انا هضيف له كلمه مفتاحيه ثاني للدلالة على ان هو جزء من الاوف كينفاس رابر اسمه اوف كينفاس رابر، بس انا هضيف له كلمة امر، او انا مش هضيف، الكلام ده كله محجوز في الذاكرة. تمام، طيب جميل، يبقى ماشي عندي ديف جوه منه ديف، ماشي اوكي. الاوف كينفاس رابر امر هنا ده في حد ذاته ده يا جماعة مقسوم لنصين، وبالله نركز شوية في النقطة دي. ماشي، يبقى الاوف كينفاس رابر انر ده مقسوم لاثنين ديفيجن، رايت؟ اوكي، خلونا نمثل بقى الموضوع. ادي ديف وادي ديف، وانا افضل اني اضيف الكلاس واعمل دبل هيت كده. انا عندي الاوف كينفاس رابر انر جوه منه اثنين ديفيجن، رايت؟ جميل خالص. اول ديفيجن اسمه اوف كينفاس، الكلاس بتاعه اسمه اوف كينفاس. متفقين؟ جميل. الديفيجن الثاني يا جماعه اسمه اوف كينفاس داش كونتنت اور ايفن اور هايفن كونتنت. طيب ايه الفرق وايه القصه؟ ماشي، الديفيجن الاولاني اللي واخد الكلاس اوف كينفاس ده يا جماعه هو ده اللي راح تكتب فيه الحاجات اللي عايزها تظهر لما اللي هتظهر جوه القايمه، يعني اللي هتظهر وتختفي لما يضغط على زرار معين مثلا في الصفحه دي. يعني الاوف كينفاس رابر، الاوف كينفاس ده، الكلاس ده، الديفيجن ده هو اللي هتحط جوه منه المحتوى بتاع القايمه اللي هتظهر وتختفي، اللي هي المفروض مش موجوده في الفيو بورد. فاهمني؟ يعني انت عندك نصين، عندك جزء من الصفحه بتاعتك في كونتنت هيتحط فيها لما يضغط على الرابر ده، اهو هو ده يا جماعه اللي هيتحط المحتوى بتنسيقاته بكلامه، الكلام ده كله الحاجات اللي هتتحط جوه القايمه دي راح تتحط جوه الاوف كينفاس الكلاس ده في الديفيجن ده. تمام اوكي. طيب الديفيجن الثاني اللي هو الاوف كينفاس كونتنت، او الاوف كينفاس كونتنت ده باقي العناصر اللي هي بره القايمه، يعني عناصر الصفحه الرئيسيه بتاعتك. فاهمني؟ الفيديوهات والكلام الفاضي ده كله، كل الكلام ده هيتحط جوه الاوف كينفاس كونتنت. متفقين؟ يعني محتوى الصفحه بتاعك كله هيتحط جوه الاوف كينفاس كونتنت. ده يعتبر اول الفيو بورد، الاوف كينفاس كونتنت ده اول نقطه في الفيو بورد.
لكن الاوف كينفاس ده هو القيمه اللي مش هتكون ظاهره غير لما تداس على زرار معين. جميل. يعني انا عايز اقول لك ان الاوف كينفاس كونتنت ده يعتبر البادي بتاعك، ومن هنا راح تبتدي تصميمك من الصفر. يعني ده اول حاجه راح تكتب فيها اول كود. يعني لو انت عايز تشتغل على جريد ولا هنا هتبتدي اول نقطه من تصميمك، تمام؟ لان اللي فوق اللي هو الاوف كينفاس كونتنت ده بره الفيو بورد، ده هتوجع عليه الاستجابه لما يضغط على زرار معين. فاهمني يا جماعه؟ تمام. فالاوف كينفاس كونتنت هنا راح تبتدي اول تصميمك كانك كنت بتكتب في البادي، لكن راح تكتب في الاوف كينفاس كونتنت. اما بالنسبه للاوف كينفاس ده نفسه، ده المحتوى اللي راح يظهر في القائمه اللي راح تظهر لما تضغط على زرار معين، فبالتالي ده يعتبر بره الفيو بورد. تمام. حبينا نقصل النقطتين دولت، وان شاء الله باذن الله الحلقات اللي جايه هتتناول الموضوع بشكل مفصل اكتر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.